الحاصل على المركز الاول في لون الصفر الجل راعي معالي علوش بن ضيدان بن هويدي العجمي. يا مرحبا، الف مبروك يا علوش. الله يبارك في عمرك ويحييك ويسلمك، طول عمرك ومن يسمع. لمن تهدي هذا الفوز وهذا الانجاز وهذا النماس؟ اهديه للي يفرح فيه، الكل من يفرح بهالفوز اهديه. اي نعم. طيب متى ضمن علوش الفوز؟ والله الشوط قوي مو بسهل، لكن ناقتنا قويه. حضرت العام الماضي وخذت المركز الاول، هل تتوقع فعلا انها ممكنها تتصدر شوط الصفر في الجد؟ ايه متوقع. طيب ابناء ضيدان بن هويدي اهل انتاج وانتاج قوي واهل صفر من ايام مرقابه، حدثنا يا علوش، هل فيه ممكن حاشي جديد سواء في الدق ولا في المفاريد؟ فيه حاشي وفيه جمل باذن الله، وقريب باذن الله. يعني حاشي النادر باذن الله بيجي، ممكن تصرحنا عنه؟ بيجي فرديات في الفردي وبيجي فرديات في الجمل. طيب باذن الله في النسخه السادسه. النسخه السادسه توعد جمهورك يا علوش انك تشارك في الجمل ان شاء الله باذن الله، وفي اللونين الصفر والمغاتير. طيب فرصه وانت مع فرحه الفوز وعايش هالاجواء وعايش، انت ممن عاصر مزينات والدك الله يغفر له، ثم انت يا علوش حدثنا عن هالنقله اللي تعيشونها كملاك. والله طويل العمر ما في شك ان في البدايات كان المهرجانات والمزاينات على مستوى بسيط جدا، وبعد تاسيس نادي الملك عبد العزيز في منطقه الصياهد صار يعني قفزه، يعني الواحد ما يقدر، يعني حلم كنا كلنا يعني الملاك نحلم فيه ما شاء الله. ونشكرهم جميعا على الجهود اللي بذلوها، ونشكر النادي من اكبر رئيس النادي الى اصغر موظف في النادي، الشيخ فهد بن فلاح واعضاء النادي والعاملين على النادي عملوا شيء يشكرون عليه صراحه. احنا في حلالنا نتعب ونربي ونسمن ونعلف ونغذي، تصدق ان جهدهم في النادي واهتمامهم والشيء اللي هم يعملونه ليلا نهارا علشان يرضون اول شيء رب العالمين ويرضون المشاركين، وانتم تستاهلون اكبر مشارك واصغر مشارك، سواء مشارك في شوط الثمانين ولا بناقتين واحده، وانتم تستاهلون. يعملون عمل اكثر من عملنا، وحنا شاكرين على عملهم وشاكرين على اللي هم يسوونه، وعلمهم غانم والله يجزاهم خير ويطول عمارهم ويسلم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الامير محمد بن سلمان ولي العهد. الله يحفظهم ان شاء الله. وسلامتك. وانت سالم، علوش بن ضيدان كان لي قبل شوي لقطه يعتبر فريده من نوعها. اللي هي انت ودبوس الدبوس، هذه على الشاشه موجوده. هذا عبد الله الدبوس اخ وعزيز وكل المشاركين كذلك، ووالده والد للجميع، ويقتدى به في كل الامور ابو عبد الله. ايه في الاخلاق، قمه في التعامل، في الطيب، في الاخلاق، وكلنا يعني نتمنى ان نكون مثله. انا وحنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونهنيكم على هالروح الرياضيه. انا حتى لاحظت يوم صار المنافسه قال هو الاول. نعم، هذه نادره تصير، ولكن هم طال عمرك مو بغريب عليهم الطيب، ويجي شوف حنا قلت له انا في البدايه، حنا يا الملاك صار عندنا ثقافه تلجين حلالنا بيننا، حنا نلجن حلالنا بيننا، والحمد لله رب العالمين. نشكر اللي جان وعلى راسهم الامير خالد بن سلمان بستان، والامير عبد الله بن سعد بن جلوي بستان، وجميع اعضاء لجان التحكيم، واشكر كل الشكر اللجان الطبيه العاملين على العبث على جهودهم اللي لمسناها خصوصا في الاسبوع الاخير. وحنا على ما قال ما احنا بغنيين من الزود، وحاضرين باي استشاره، ولنا معهم بعض الاجتماعات ان شاء الله بتصير، وبنعطيهم مقترحات ان شاء الله تخدم المصلحه العامه. الله يبيضكم، مقترحاتكم انتم كملاكبل هي الداعم القوي بالنسبه لنا هنا. الله يحييك، شاكرين ومقدرين لك يا ابو علي. اي خدمه. سعيد هذا.